النفس التربوي عابد الحليم مضيف. مع الخير. صباح الخير، اهلا بك وبجميع المشاهدين، يا رب حياه طيبه ومباركه ان شاء الله. الله يسلمك. يعني بدايه، يعني قبل ما ندخلوا في نقاش الموضوع بذاتنا الصباحي، ما يعني ما مفهوم التربيه واختلافه بين الولد والبنت؟ نعرف انه كثير من الابناء او الاولاد بعد يعني بعد ما يغيب الاب يكون هناك تسلط شديد من قبلهم على البنات الاخوات نتاعهم. يعني احنا اليوم راح نسلطوا هذا الضوء على هذا الموضوع، وهو هل للاخ سلطه على اخته في غياب الاب؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا السؤال تاعك على معنى التربيه، يعني مفهوم التربيه واختلافها من الولد الى البنت في مجتمعنا. اولا التربيه في اللغه هي زياده والنمو، من ربى يربو، يعني من زياده والنمو. يعني النمو انا اقصد به في جوانب الحياه، بمعنى النمو الجسمي، بمعنى التغذيه والصحه، هذا جانب تربوي يعني جسمي. هناك نمو اجتماعي، تربيه اجتماعيه، هناك تربيه تعليميه بمعنى النمو المعرفي عند الطفل. وعندنا جوانب كثيره في الحياه يحتاج الطفل الى النمو فيها والتربيه فيها، اي اعداده في هذه المجالات الحياه واعطائه مفاهيم وتكوين ومهارات في كل ميادين الحياه. من بين هذه الميادين هي السلطه او استعمال السلطه. اذا السلطه، مشكله السلطه هي في مفاهيمها. السلطة مفهوم السلطة الآن مستورد من الغرب، وبالتالي لما كانت السلطة مستوردة من أو مستوحاة من ثقافتنا العميقة كان هذا مفهوم آخر. استعمال السلطة الآن هو استعمال القوة، استعمال النفوذ، استعمال المنصب، هذه هي السلطة. لكن مفهوم السلطة العميق في تراثنا الثقافي هو أن صاحب السلطة هو خادم للأشخاص الذي تولى عنه السلطة. بمعنى نقول في اللغة العربية مثلا كان صاحب السلطة عموما، لما نقول السلطة وما تقول على الأسرة، على المؤسسات، على سلطة المعلم، سلطة الأب، سلطة كذا، لكن لابد أن نفهم ما معنى السلطة. فتجد في اللغة العربية في بعض الأحيان يقول لك السلطة يعني التحكم. التحكم، وهذا مفهوم خاطئ ومستورد من الغرب، لكن في ثقافتنا الإسلامية كان أعلى هرم في السلطة يسمى أمير المؤمنين. ما معنى أمير؟ على وزن فاعل، نقول فاعل ونقول فاعل. إذا نقول قاتل ونقول قتيل. إذا القاتل هو الذي قام بالفعل، والقتيل هو الذي وقع عليه الفعل. نقول آمر الذي يعطي الأوامر، والذي يؤمر هو الآمر. إذا أمير المؤمنين هو الذي ينفذ رغبات رعيته ويخدمهم. إذا شوف مفهومنا للسلطة ومفهوم السلطة يختلف. ولهذا لما كنا عمر بن الخطاب كان يقول في بطنه قرقرة لا تقرقر لا تأكل اللحم حتى يشبع الفقراء المسلمين، هذا مفهوم السلطة. إذا مفهومنا الآن لو كان بهذا المفهوم، ما كان الأب عندما تعطى له السلطة فلا يتحسس باستعمالها، وإنما يشعر بمسؤولية السلطة ولا نتنافس. يعني فين اختلاف ما بين مسؤولية والسلطة؟ هذا صح. إذا بمفهومنا الإسلامي الثقافي تاعنا يعني تكليف السلطة، أما بمفهوم الغربي هو تشريف، يعني الآن هذه فرصتك لتكون فرعون وتعطي الأوامر. سلطة فرعون لا أريكم إلا ما أعرف، أوكي، لا تناقش ولا تجادل. إذا لم تكن المفاهيم صحيحة ونربي أبناءنا على هذه المفاهيم فلا نتنافس من أجل السلطة ولا نتنازع لأجلها، لأنها تكليف ومسؤولية، أوكي، ولم يتنافسوها قبلنا. لماذا؟ لأن كنا نعرف قيمتها وحقيقتها. أكيد هذه يعني بالنسبة لك سيد عبد الحليم، يعني بعد غياب الأب أو لما يكون الأب غايب يمكن في عمل أو متوفي، يعني شكون يمثله في غيابه بالنسبة لك أنت؟ السلطة الأبوية تنتقل، يعني نعرفوا أنه كاين الأم، يمكن تكون الأم بالفعل، لكن نعود إلى الفطرة ولا نعود الى التنشئه الاجتماعيه التي سوقت لنا. الفطره الانسانيه اعطت السلطه من الاب الى الابن الاكبر ثم الاصغر ثم الاصغر ثم الاصغر، يعني تنتقل من الاكبر الى بهذا التدرج. لنكون صريحين، انت الان لما يكون الاب غايب في البيت، يكون اخ وتكون اخت،
ودي واحد هذا صباح يطبطب الباب طب 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 شكون يرضي يحل الباب؟ يعني هي الابن هو اللي اذا فطريا نتحرك اذا ما الذي يقوم بهذه المهمه وحمايه البيت والدفاع عنهم هو الجدل اوكي اذا لما نعود الى الفطره سنجدها شيء طبيعي انتقالها الى الجدل اما من ناحيه القدرات والاستحقاق والمهاره انا شيء اخر يعني نعطوه طبيعيا اما هل هو الابن هذا يستحق هذه السلطه او لا يستحقها انا شيء اخر يعني بالذات تكون في حدود يعني وش هم هذه الحدود يعني اذا غاب الاب يعني الاب الابن هو يكون يعني مسؤول عن الاخوات نتاعو يعني في حدود اذا كان الابن اولا ان يكون الاكبر في البيت ما يقدرش ابن عنده 13 سنه يحكم في اخته عندها 40 سنه هذا غير مقبول اذا يعني يكون مثلا يكون راشد يمكن الاخت تحترم الاخ نتاعها تخليه انه لكن كاين الابناء اللي يتعسف حتى وان كانت كبيره في السن يتعسف تستعمل السلطه وهذا نجده كثير من العائلات وكذا فتجد الابن هو يجد فرصه لابراز نزواته وغرائزه في استعمال هذه السلطه والقوه وبالتالي قد يتجاوز الحدود ويتجاوز كثير من الاطر الاجتماعيه والتربويه في البيت لكن نحن نقول ماذا نقول؟ نقول ان الاب لابد ان يكون رشيدا جدا رشيدا في سن الرشد من 18 سنه فما فوق 20 سنه 22 سنه الامر الثاني ان يكون الذي يتولى السلطه يكون اصغر منه سنا ما يكونش هما اكبر منه اكثر منه تجربه خبره كانوا واحد يورينهم واش يديروا في الحياه. يعني كبار عليه يكون احترام. يكون احترام السلطه لن تكون لديك سلطه الا اذا كان يقابلها في المقابل الطاعه. اذا لم تعطي الطاعه لن تكون هناك السلطه. الامر الثاني ان تكون السلطه لماذا تستعمل السلطه؟ وضروريه السلطه في الحياه في كل المؤسسات واكبر مؤسسه هي المؤسسه الاسريه يعني الاسره لابد ان تكون هناك سلطه لانها سفينه اذا كان ما فيش قائد اوكي فهنا تكون بيئه للنزاعات والصراعات اوكي ولذا لما نحن نولي شخص ونعطيه هذه السلطه لابد بالمقابل نعطيه الاحترام والطاعه في المقابل الى ان الطفل او هذا الابن عندما يتولى هذه السلطه لابد ان يكون مربيا على هذه السلطه مش يخلي واحد يحط 18 سنه 20 سنه ونعطوه السلطه هو لم يسمع يوما عن مفاهيم السلطه وتسمى في ديننا القوامه لم يفهم عنها شيء فالسلطه تكون في مجاله لتمس العائله عموما وليس شخصيا يعني في الحياه الشخصيه تمنح السلطه يعني الاباء هم يمنحوا السلطه للابناء يعني يقول لك لما نمنح له هذه السلطه جون سكراتي هذا كما قلنا شيء اضافي له انه رجل يعني تمنح فقط للرجل ليس فقط للرجل هو للاجدر والذي يستحقها لكن اذا كان الرجل يستحقها فقط له لكن اذا كان يستحقها فهنا ستكون الاسره في ايادي غير امنه وستؤخذ الى الهويه السلطه الابن لازم يعرف بان السلطه في الشؤون العامه وليست الخاصه اذا انت الان ماشي كي عندك سلطه تفرض على الاخت ولا الام ولا كذا ان تتبنى